كوميستير، مسرحية بيقوم فيها فرقة مسرح تحت التأسيس. رحنا زرنا المسرحية ورح نجيب لكم مشاهد من المسرحية، بس أول خلينا نتعرف على الفريق اللي عمل هاي المسرحية. رح يكون معانا المخرج تامر خوالدة، أهلا وسهلا تامر. أهلا وسهلا. ورح يكون معانا الممثل عطية المحاميد، أهلا وسهلا عطية. أهلا وسهلا فيك. وبكر الزعبي، أهلا وسهلا فيك يا أهلا بكر. فيك، الله يسعدك. تامر، ليه سميت المسرحية كوميستير؟ والله على اسم الوالد مبدئيا. كوميستير لعبة صغيرة كنا واحنا صغار بنلعبها، اللي هي الغماية، واحد بعد والباقيين بتخبوا، فبتخبوا دائما في اماكن معروفه للشخص اللي مغمي، فاثنين عم بيضحكوا على بعض وبالنهايه بكمسروا. فاحنا كومستير انه هالمشاكل اللي بتعاني منها البلد احنا كمواطنين او كشباب يعني كشفينكو، يعني مش هبايل بالنهايه، فما تستهبلونا. فعم بنحاول انه نكمسر الغلط وين ما كان، سواء كان عند المسؤول او عند المواطن او عند اي حدا هون في البلد. اوكي تامر، انت كاتب المسرحيه، كتبت المسرحيه ومخرج المسرحيه، تمام. شو اللي احكي لنا كيف هي بتكون المسرحيه؟ يعني هي عباره عن سكتشات زي ما انا شفت، تمام. فاحكي لنا اكثر شوي عنها. هلا كومستير هي مجموعه مشاهد، المشهد ما بين 5 إلى 7 دقائق، كل مشهد مستقل بذاته بموضوعه بفكرته، لكنهم مربوطين ببعض هيك في خيط رفيع ببين خلال العرض. يمكن المشاهد ما بتبين الإشي، بس في خيط الدرامي هيك رفيع ماشي على كل المسرحية. يعني عم بتناقش قضايا عامة، قضايا محلية سواء سياسية أو اجتماعية، عم تحكي باسم المواطن وباسم المسؤول وباسم الشباب، عم بنحاول انه نوصل وجهة نظرنا احنا، وبالنهاية يعني مش عم نوجه نقد للمسؤول فقط، هو نقد للمسؤول وللشارع وللمواطن ولأبوي وأبوه وإخواننا، لأنه بالنهاية هذا الوزير أو هذا النائب، ما هو من وين؟ ما هو يعني من الناس نفسهم، من الناس نفسهم. هو في يوم من الأيام درس في الجامعة اللي احنا درسنا فيها واشتغل في المواقع اللي احنا اشتغلنا فيها، بس يعني في شيء غلط عم بيصير وعم بنحاول انه نسلط الضوء عليه، بس ضمن قالب شوي هيك محترم ومؤدب وخفيف ولطيف ومضحك يعني. اوكي، بدأ بكر. انت عندك دور مواطن اردني وعندك اسم، شو اسمك؟ اسمي راضي مبسوط يسعد الله. هذا اسمك الثلاثي؟ هذا اسمي على الهويه بكون. طيب شو هذا الدور؟ شو بتكون؟ هذا دور المواطن اللي راضي واللي مبسوط واللي دائما بحكي يسعد الله على كل شيء. وبكون عطيه مسؤول، بكون مسؤول وبكون بساله عن اشياء واسئله وهو لازم يجاوب عليها بصفته انه هو راضي يعني. وبما اني راضي ومبسوط يعني لازم اكون دائما مبتسم، فحاطين لي ملاقط عشان اظني ملاقط يعني. ملاقط غسيل يعني. ما بيوجعوا، بس بحب احكي مناح يعني منيح. لا مش معلمين لهلا، لا مو معلمين، فما بيوجعوا. اوكي. وبصير يسالني عن مشروع الباص السريع، عن يعني شغلات، وانا بصير اجاوب عن مجلس النواب، يعني كيف يعني راي المواطن الاردني راضي مبسوط يسعد الله بهاي. هذا اسمك الثلاثي. اوكي عطيه، هلا بالسكتشات عم تعمل عده ادوار، مره دكتور، مره نائب، مره وزير، مره كذا، يعني كيف بتقدر تبدل بسرعه بين الادوار؟ يعني كل واحد بتعيش شخصيته، قد ايه صعب هذا الاشي؟ هو صراحة صعب، بس كيف أحكي لك، لأنه لما تتقمص الشخصية أنت بكون في معك فرضا أكسسوارز ممكن تلبسيها، لما أنت صراحة لما تيجي تلبسي جاكيت بدلة بتحسي أنك أنت مسؤولة، فخلص بتتقمص شخصية المسؤول. لما تلبسي الروب تاع الدكتور بتصير أنك أنت دكتورة. وغير هيك انا بين كل مشهد ومشهد تقريبا في يعني في فاصل تقريبا، يعني بكون مشهد ثاني او بكون حوار مش لإلي، بكون حوار لشخص ثاني، فبكون بالكواليس عمالي يعني بحضر حالي انه عشان ادخل بالدور. طبعا هاي الاشياء بتيجي بالبروفات يعني صراحه. بس بدي احكي شغله عن المشاهد، في سرعه هائله بنقل المشاهد. هو مش سهل الموضوع، لدرجه انه في اخر مشهد في عطيه بيجي بنط علي، بيضلوا يضرب فيه
فبالعرض الاخير قلت له بعد ما تقربش لاني مش قادر اتنفس لانه هذا انتقاد للمخرج على كل هذا. لا مش هاي لاني مريض يعني هالقد بالضبط تأمين الصحي خالص. فكتير متعب كتير متعب مو سهل انك تضل كل شوي تتقمص دور كل شوي تلعب دور هذا بتلاقيه متعب. غير هيك السرعه يعني احنا قاعدين بنعطي دائما بسميها وجبات وهم مش راضين علي مش راضين على هذا المصطلح. انا بقول وجبات سريعه خفيفه بنقدمها للجمهور بطريقه كتير سلسه وحلوه فما بعرف كيف كتير الاشي غير. هلا انتوا فريق معاكم فارس حدادين ونذير الخوالدي وآلاء حماد هم الثلاثة اللي شفناهم نحن بالتقرير. فانتوا فريق عم تشتغلوا مع بعض تعرفتوا على بعض ايام الجامعة كنتوا بالمسرح الجامعي مش هيك؟ الجامعة الأردنية. الجامعة الأردنية تامر انا وعطية وبكر وآلاء كنا في مسرح الجامعة الأردنية واشتغلنا في مسرح الجامعة الأردنية ونذير وفارس اجتمعنا فيهم مؤخرا يعني الثلاث على اثنين وطلعنا بمجموعة هيك خمسة مسرح حلوة. تحت التأسيس اللي سميته فرقة مسرح تحت التأسيس. اها طيب هلا تامر انت بتكتب المسرحية والنص وحطيت الاسم وكل شيء بما انه انتم كلكم ممثلين وكلكم عندكم روح الكوميديا ولكم فترة بتمثلوا يعني بكر وعطية ما بيصير مثلا كل واحد يضيف شيء من عنده قديه بيكون يعني مرن الموضوع تمام. هلا بحكم انه انا بعرفهم مسبقا الشباب كلهم فخلال عمليه الكتابه وتوزيع الادوار بيني وبين نفسي يعني بعرف كل واحد وين بيلعبها حلو وين بيجيبها وين الافيه الصح ولمين ينعطى. هلا خلال البروفا بحكم البروفا بيطلع شيء يعني جو البروفا وطاقة البروفا بتطلع شيء من الممثل يمكن أنا مش متوقعه أو أنا مش حاسب حسابه. إذا كان بخدم الفكرة والعمل بنثبته وإذا ما كان بخدم لا بنطلعه. يعني حتى على الشغل اللي حكاها بكر موضوع المشاهد السريعة هي مش سريعة بس هي مليئة يعني كنت حابب أنه ما يطلع ولا ثانية ما إلها علاقة عشان هيك شوي هم الشباب حاسين الموضوع متعب لأنه الجمهور لما طلع من العرض يوم العرض الأول كانوا عم بيحكوا أنه ولا جزء من الثاني مرق إحنا ما استمتعنا في العمل إحنا هذا اللي كنا بنوصل له فيمكن عشان هيك شوي العمل كان مرهق ويعطيهم العافية أكيد يعطيكم ألف عافية. عطية عملتوا تفضل بكر بدي أحكي عن الفرقة أحكي لنا لأنه هي الفرقة أنا بالنسبة إلي يعني بتهمني يعني. هلا اي فرقه موجوده بالعالم اذا عملوا معاها مقابله على تاريخ الفرقه راح يقعدوا يحكوا مثلا احنا تاسسنا عام 2004 وكان حلمنا مثلا وفعلا نهضنا على رجلينا وقمنا بال2005 وعملنا اكثر من عمل بس للاسف ثامر وعطيه طمعوا وصار هيك بقلوبهم انه سواد فراحوا وصاروا يتعاطوا مخدرات وانا صرت اقنعهم انه مشان الله يا جماعه نكمل الفرقه ما زبط الموضوع وفارس حدادين تغير يعني مش عارف شو ماله كان شعره طويل فجاه قصه صار اصلع مره واحده ونذير خوالد مش عارف صار هيك يهلوس هي الاء اللي كانت معي بس بيتها بعيد فما كنتش قادر اتواصل دائما في حجج دائما في حجج بس الحمد لله رجعنا بال2012 وبلشنا نشتغل من اول وجديد يعني اللي بدي احكيه انه هاي الفرقه الحمد لله ما فيها مشاكل يعني كلياتنا فاهمين على بعض كلياتنا هدفنا وحلمنا واحد هدفنا مسرحي هدفنا انه نوصل للناس شو يعني مسرح رسالتنا نعم مسرح حلو مسرح ممتع بكل شروط المسرح فالحمد لله انه احنا يعني شو بتسمي الايجابيه اللي عم تجمعكم دائما فارس حدادين بسميها في كثير ايجابيه من فارس حدادين والسلبيه والتشاؤم مني الحمد لله بس لا بس اكيد انه هذا إشي كثير حلو تكونوا هالقد متفاهمين مع بعض هالقد متفقين مع بعض انه بتصير مع بعض تعطوا احسن واحسن عطيه هلا عملتوا اول عرض تجريبي بمسرح بالنادي الارثوذكسي اللي هو من خلاله اخذتوا زي عينه وعرضكم الاول كان السبت الماضي على مسرح الرينبو. العرض القادم راح يكون يوم الثلاثاء ب 14 ب 24 عملت اول عرض ب 14 الاربعاء الثاني العرض الثاني 24 احكي لي كيف لقيت ردود فعل الجمهور بهالمرتين اللي عرضتوا فيها
صراحة بالنادي الارثوذكسي كان كنا خايفين على العرض وكنا خايفين على الفرقة نفسها، انه هذا العرض انه راح يكملنا لقدام ولا راح ناخرها ولا انه استنوا عليها شوي خلينا نظبطها. فبس لما عرضناها وشفنا ردة فعل الجمهور في النادي الارثوذكسي كانت كثير خرافية، كثير ناس حبونا يعني، وناس يمكن ما يعني اغلبهم ما حضروا مسرح، ليه احنا ممثلين فرضا احنا بنروح بنحضر مهرجانات بنحضر يعني مسرح بس هم يمكن اول مره بيحضر مسرحيه او دائما بيحضر فرضا بروح بيحضر سينما ما بيحضر مسرح. فكتير كانت ردة فعلهم انه جد احنا عندنا هيك شيء بالاردن، انه مسرح وشباب حلوين وبيقدموا شيء يعني كتير مهضوم. فكان يعني ردة فعل لدرجه انه هو اللي شجعنا انه نكمل فيها اللي نعرض عرض الرينبو، ويعني الحمد لله كمان توفقنا فيه. يعني كان فئة عمرية معينة بأول مرة بالعرض التجريبي ولا كان مشكل؟ مشكل بس أغلب يعني كان في يعني كان في الكبير وكان في الشاب وكان في كمان وين بالنادي الأرثوذكسي يعني. أيوة أول عرض بالنادي الأرثوذكسي يعني الجمهور كثير لذيذ تحسيه جاي ينبسط وبحب الحياة ويسعد الله، يعني هذا الجمهور اللي احنا منه إياه، ما بدنا جمهور العقد وليش جاي بس ينتقد جاي يشوف غلطة مني اني مثلا قحيت حتى لو انتقد يعني ينتقد بشيء يفيدنا ويفيده هو كمان، نقد بناء زي ما بيقولوا. طب وكيف كانت تامر ردة فعل الناس بالمسرح لما عرضتوها على مسرح الرينبو؟ هلا في مسرح الرينبو او الاقبال كمان خلينا نقول، المسرح كان فل قبل يومين من العرض، اقبال مش طبيعي لدرجة انه اللي كان برا عدد لا يستهان فيه طبعا، وزعلنا عليهم انهم اجوا وما قدروا يحضروا. كان في يعني من كافة شرائح المجتمع خلينا نحكي، سواء فنانين او سياسيين او اعلاميين او حتى جمهور عادي او اصدقاء او اهل او كذا. كتير ردة الفعل حلوة، انه احنا لما خلص العرض والشباب حيوا الجمهور كنا بنتمنى لو انه خلص يعني انه يوقفوا تزقيف لانه طولوا. انا اول مره بسمع شيء زي هيك يعني، انا صرت انط بالاخر انه بيكون سعيد الواحد مش هيك؟ عشان هيك دائما بيقولوا انه المسرح الناس بتتعلق فيه لانه راسا بتشوف رد الفعل. فايش بيكون الشعور بس تخلصوا كل شيء يعني، شو كان الشعور؟ احكي لك شغله عن المسرح بشكل عام. شعور الممثل اللي بيندمج بالمسرحيه زي كانه نام وصح من الحلم. كان يحلم. انا عندي شغله صراحه درستني عشان الله كان في انا بالاحرى كمان شيء انه انه كممثل صراحه لما تطلع على المسرح بتنسى مين انت، بتنسى انه عطيه، بتنسى انه عنده شغل، عنده مشكله فرضا امبارح صارت عنده كذا، خلص بصير انت البني ادم اللي على المسرح اللي جاي تمثل قدام الجمهور. واحلى شيء في صراحه انه الكشافات لما يكون بعينيك انت ما بتشوف حدا بالضبط، فانه تركز على دورك، خلص بتكون مركز بدورك، حتى لو ضحكوا حتى لو عملوا اللي بدهم اياه خلص انت بتكون مركز. لا انا في ايجابيه ثانيه، لما تخلص المسرحيه انه انا شو عملت. أيوه. انه انا مثلت كويس، ما بتكون ناسي انك انت مثلت كويس او ما مثلت يعني. انا في عندي ايجابيه ثانيه انه انا نظري 5 يعني 5 لربع هون و5، فاذا شفت النظاره ما بشوف حدا قدامي. يا الله حسن بتشوفني شبح عشان هيك ضربت فيه المره الماضيه. هاي ميزه ايجابيه طبعا. فبنصح كل ممثل ما عنده ضعف نظره يروح على نظره ضعف نظره احلاله. في معنا اتصال محمد معنا على الخط. هلو، السلام عليكم. اهلا وسهلا. صباح الخير لك رندا، اول شيء صباح الخير للان على المتابعون على قناه رؤيا. الله يسعدك، اهلا وسهلا. بالبدايه طبعا حبيت اصب عليك واصب على الجمهور الكريم لقناه رؤيا، برضو بصب على قناه رؤيا ممثله بالاستاذ فارس الصايغ والاستاذ بشار الربطي، هذا ابدا دائما وابدا يعني. شكرا. ثانيا شيء انا يعني بحب اصب على ضيوف الكرام الاستاذ تامر والممثلين اللي معاه. يعني بصراحه انا حبيت اني اصب عليهم من البدايه لعده اسباب. اول شيء لانهم شباب، وزي ما قال جلالة سيدنا الله يسعد صباحه، الشباب هم فرسان التغيير وإن شاء الله نكون إحنا فرسان التغيير. بالمقابل أتمنى لهم السعادة وأتمنى لهم النجاح. بتمنى من الأستاذ تامر بس يخلص اللقاء يحكي معاي ضروري ضروري ضروري، لأنه في عدة أعمال إن شاء الله يكون في بينه وبينه شغل. أنا يعني بتمنى أنه بعد ما يخلص اللقاء يتصل فيه. اوكي، شكرا لاتصالك احمد. محمد بلكي عنده مسرح للبروفات لانه كان عندكم مشكله وانت عملت بروفات مثلا.
هي هاي ردة الفعل العفوية اللي بتسمعيها من الناس، هذا الاشي اللي يعني هذا هدفنا من الموضوع معلوم. احنا طب شو حلمكم، شو حلم فرقة مسرح تحت التأسيس؟ حلمنا ما نوقف نستمر. حلمنا انه نوصل لمرحلة انه نغير شوي مفهوم الناس عن المسرح. شوي بالعشرين سنة الماضية أو أقل الناس بعدت عن المسرح وزهقوا، ما فيش شيء جديد، ما فيش في حيوية، ما في متعة، نفس الوجوه. حلمنا أنه هالخمسة أو هالست أشخاص اللي لازالوا مغمورين أنه يعملوا شيء، حققوا شيء، نسحب الجمهور على المسرح. يعني مثل ما حكى عطية، الجمهور بتسأله وين بدك تروح يوم الخميس، بقول لك بدي أطلع أحضر سينما. طب برضو المسرح متعة والمسرح سحر. يعني أنا أحد الملاحظات اللي سمعتها من أكثر من حدا خلال يوم عرض الرينبو أنه إيش هاد، سحر، مارستوا علينا نوع من أنواع السحر. هو مش سحر، هي طاقة وانتشرت بين الشباب وروح وراحت على الجمهور، وهذا الهدف. طب تامر، حضرتك مهندس مدني، بس أنت بتفكر هلأ أنك تستمر بالمسرح ولا لا؟ انا ماشي خطين. بعرف انه اللي بقدرش واحد يمسك شغلتين مع بعض، بس انا يعني مركز في هذا الموضوع، ماشي في خط الهندسه وماشي في خط الاخراج، لانه الاثنين مثل بعض. مهندس مدني بده يبني بنايه، والمخرج بده يبني بنايه اللي هي المبنى النص والمبنى الدرامي للنص. ما هذا كله بالنهايه هندسه، كله بده فكر وتخطيط وعمل جاد. صحيح، لابد طبعا. يعني طبعا. اوكي، رح اشكركم هلا، شكرا لكم كثير. عطيه المحاميد، اهلا وسهلا فيك. شكرا بكير الزعبي، واهلا وسهلا فيك. وشكرا تامر الخوالدي. شكرا، بتمنى لكم التوفيق بعرضكم القادم يوم الثلاثاء. اللي حابب يحضر المسرحيه كيف بيقدر يشتري تذاكر؟ هي يوم الثلاثاء 24/4 الساعه 7 مساء على مسرح مدارس المطران. مسرح عمان. مدارس المطران. التذاكر في ميوزيك بوكس دوار السابع وعلى باب المسرح، واذا في حدا بيعرف اي حدا من الشباب شخصيا ممكن يتواصل. هاي رقمي. أوكي. على الهواء. شكرا. اوكي، شكرا لكم، يعطيكم العافيه. شكرا. فاصل وبنرجع لكم.